السلام عليكم، مازو الفلوان، مرحبا بكم في قناتي كويزين ويزا. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله نكملكم دائما مع طلبيه تاع الحلويات. كاين اللي سقساني على العجينه، انا قلت لكم ما ندرش كامل العجينه بالتفصيل، اللي يحب يشوف العجينه يروح للفيديو تاع العجينه اللي درتها. الوغ انا حبيت غير نكمل لكم نوري لكم يعني واش كيفاش نكملها. انا دوك واش درت، تقدروا كما وريت لكم في هذا الروبو، في الروبو ولا من في بيتكم، خلطت لا مارغارين مع لو سكر غلاس اون بوماد، حتى ولا اون بوماد يعني في الروبو. درت كلشي على ضربه، ومن بعد زدت الزيت، ربع كيسان تاع الزيت، درت البيض 12 حبه تاع البيض. الروبو يمشي وانا نضيف حبه بحبه حبه بحبه، كي تتخلط حبه نزيد نضيف الحبه الثانيه هكذاك حتى وين كملت هذوك 12 تاع الحبه تاع البيض. ودرت القرصه تاع الملح، ومن بعد درت لاغوم تاع الكراميل، ها هو درت لها شويه لاغوم تاع الكراميل، خلطت كلش ودرت لا مايزينا اللي قلت لكم 5 كيسان تاع لا مايزينا، 5 ولا 6 كيما تحبوا. دوك نضيف الفارينه حتى وين، ونزيد لها لا ليفور 4 ساشي تاع لا ليفور شيميك، 4 ساشي تاع ميرت الحلوه، ها هم نضيفهم مع الفارينه. فوالا انا بديت ديجا نخدم. تقدروا تخلطوا بالروبو كلش على ضربه، من بيتكم تقدروا كلش ديروه على ضربه، لي زينغريديون كامل ديروهم على ضربه، ومن بعد تضيفوا غير الفارينه. دوك نكمل نضيف الفارينه حتى وين نلم العجينه. هاد المرحله هاد يعني هاد لي طاب كامل وريتها لكم، حبيت غير باش يعني نقول اللي ما شافوش لا فيديو تاع لاباط بلي راني درت يعني درت لاباط، حطيتها في الفيديو اللي يحب يشوف طريقه كامل بالتفاصيل بالمقادير بكلش. وحطيت ثاني المقادير حلويات اللي درتها، المقادير كامل تاع العجينه، حطيت 250 غرام تاع الفارينة لا مارغارين. فوالا دوك انا لم العجينه هكذا برك، ما تعجنوش. فوالا وريت لكم كامل الطريقه كيفاه هكذا. دوك نضيف لا ليفور ونكمل يعني نزيد الفرينه حتى وين نلم العجينه، ما تيبسوهاش، ومن بعد نولي لكم. فوالا هاني فتحت العجينه كما تشوفوا، ناخذ هذا الطابع نبدا بهذا، ندردر الفرينه شويه حقه نسيت ما قلتلكمش، سورتو هاد الانواع تاع الطوابع باسكو يتلصق فيهم العجينه. وزيدوا دخلوهم ثاني داخل جوزهم داخل الفرينه. هاهي نبدا نطبع هكذا، العجينه ينبسها هكذا، ها هو السمك ديالها. فوالا راح نلاقيو حبه مع اختها، نزيد ندخل في الفرينه ونبدا نطبع ونكمل نطبع هكذا. هي هاد الطوابع يعني تلصق فيهم العجينه، وسيو ما تخلوش لي سباس كيما قلت لكم في العجينه باش ما تعجن لكمش هكذا، لازم تخبطوا شويه هايليك. فوالا كيما قلت لكم حتى وين نكمل هاد يعني الطبقه الفوقانيه هاهي هكذايا. جوزوا في الفرينه دائما هكذا. انا ندير الطبقه الفوقانيه ونوري لكم دوكا الطبقه التحتانيه باش هكذا ما يعني ما نطولش معاكم هكذايا. هاهي جوزوا غير في الفرينه باش ما تلصقوش العجينه، ها سهله طريقه ولا اسهل، والشكل شباب هاي كيما راكم تشوفوا بالعقل برك، العجينه راهي مبسه هكذا. حتى وين نكمل هاد الطبقه الفوقانيه، دوك نوري لكم الطبقه التحتانيه هكذا بلا ما ندخلو في ال هاهي هكذا كيما راكم تشوفوا. الفوقاني اللي يلصق هذا اللي يلصق، مي سينو التحتاني نورمال. ها هكذا نوري لكم السمك تاع الطبقة التحتانية هاوليك كيف كيف، سيدي صابلي راح نلصقوهم كيف كيف. فوالا انا نحطهم في السنيوة يطيبوا كما قلت لكم درجه حراره 180، لكن الفرن عادي
سينو الى كيما تاعي عسوها. فوالا هذاك الفرن اللي يشعل من الفوق ومن التحت، انا نطيب على ضربه كما قلت لكم، هذه طلبيه تاع العرس. بعد ما طابت الحلوه ديالي هاي لي كيما راكم تشوفوا، هاي لي كيفاش طابت هكذا، لازم تكون ان بو دوغي يعني ماشي محروقه، ماشي بصح تكون يعني طايبه شويه كومام، يحبوها ان بو دوغي. فوالا انا درت كميه ديجا، خدمنا هاد السنيوه ومازالنا واحد اخرى، البنات انا هما اللي غاولوني. صافي زوج سنيوات 7 كيلو خرجت لي في هاد الواس، مرحنا نعمرها لاكاس 7 كيلو، قلت لكم البنات هما اللي عاونوني انا ندير لا ديكوراسيون تاع الواس تاع الشوكولا وكامل، هما يديروا لي هكذا، يديروا لي الكاوكاو وكامل، دايو هما اللي حمصوا هاد الكاوكاو، هما يحبوا هكذايا. فوالا كاين زوج بنات راهم يعاونوني، يعطيهم الصحه ربي يجازيهم، يعني بلا خلاص نخلصهم البنات، شي باطل كاش لي يخدم دوكا باطل، بنات يسحقوا حوايج. وهاد الحلوه فيها يعني تعب، فيها تعب كي تقعدي تلصقي شحال من حبه، سي كوميم سي ديفيسيل، فوالا فيها تعب. هكذا ندير لهم كامل هكذا لا لا جولي، انا خلطت لا كونفيتور مع لا جولي هنايا. بعد واش ندير عندي هنايا، فوالا ندير هكذايا، قلت لكم ماشي انا اللي نخدم هكذا هكذا، من بعد تجوزوا لهنايا باسكو انا خلاص راح نكمل هكذا. ها ديروها في داخل الكاوكاو هكذا، وانتم الكاوكاو كما تحبوا حمصوه، زيدوا هكذا شويه اللي حبيتو. عياو تاني ولا غير عياو، وانا تاني كيف كيف، دي كاس ست هذوك ثلاثه الاخر 6 كيلو، هادو 7 كيلو، قالت لي ديري لي كامل منهم 7 كيلو، 6 كاس 7 كيلو. ها حنزيد لها المشوك هكذا، فوالا هاني درت لها من فوق الكاوكاو. ومن بعد ناخذ وري لكم حبيبات برك، عندي هنايا الوسمو لا كونفيتور، درت لها الكولورون هذا بات اروم فريز و اروم او ميم طون كولورون. فوالا راني ندير لها، انا حبيت نديرو لها هكذا، هي حبيت كونفيتور سامبل، يعني درت لها هكذا هكذا شباب سي بلو بو. فوالا هكذا هكذا حتى وين نكمل كامل. فوالا الحلويات تاعي ونفراني وحدي مع هاد العشيه في الليل، انا في الليل. فوالا غدوه يولو تاني يخدموا لي، واش يخدموا تاني، عندي مازال لي الحلوه نكمل. فوالا هكذا دوك نكملهم ومن بعد نوريهم لكم في الشكل النهائي ديالهم. هاوليك الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي بعد اللي كملناها بالتزيين كما راكم تشوفوا، حطينا هذا في ليكيسات، هي مازال ما نشفتش لا كونفيتوري، مازال ما نشفتش، لازم حتى تنشف مليح باش نحطوها داخل لاكاس، يعني داخل الكاجو. لازم غدوه ان شاء الله باذن الله نحطوها داخل الكاجو. فوالا طلعت لي قلت لكم كميه كبيره، درت لها 7 كيلو من هذا الموديل، هاد لي موديل كامل لي 7 كاس كامله راح ندير لها 7 كيلو فيها فيهم. دائما بالعجينه الاقتصاديه متعدده الاستعمالات واللي تطلع كميه كبيره كما قلت لكم، ان شاء الله يا ربي برك تعجبكم ان شاء الله. يعني كما راكم تشوفوا حلوه اقتصاديه، وثاني شابه يعني بريزونطابل راقيه، تقدروا تحطوها في الافراح ديالكم، ديروها في المناسبات ديالكم ثاني، وثاني تحطوها في العراس يعني في لاصال سور لي طاب تقدروا تحطوها. دوكا ما يحطوش الحلويات الجافه، يعني شابه وثاني بنينه هايله. هايليك نقسم لكم وحده، ها فوالا كما راكم تشوفوا طريه، نتمنى يا ربي تعجبكم ان شاء الله وديروها ان شاء الله. بقى لي نقول لكم الا كان عجبتكم لا فيديو ديروا لي جيم، بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب لتعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في فيديو اخر باذن الله.